قبل ما نشوفوا انواع الميساج اللي كتبتهم لنا واحد الاتش تي بي ريكويست، خاصنا نعرفوا انواع الميثودز ولا كنسميهم فيربس. لكل واحد فيهم عنده واحد الدور رئيسي باش يدير واحد الاكشن على ريسورس. اول ميثود عندنا هنايا في الليست هي get something باللغه الانجليزيه هي غادي تجيب شي حاجه. يعني هاد الميثود الدور ديالها سول على واحد ريسورس ولا دوكيمنت كاين في السيرفر. يعني انت ككلاينت يو وان جيف ا ريسورس، كطلب واحد ريسورس بغيتيه يتافيش عندك. باش نتيستو هاد الريكويست اللي هي get بلا ما نخدمو بمتصفح، غنخدم بواحد الكوموند اللي هي curl. curl غادي تخول ليا بانني لونسي واحد الاتش تي بي ريكويست ونعزل الفيرب اللي بغيت. غير هو curl اللي ما ديفينيش فيها حتى شي اوبشن، وجيت ديريكتومون ودرت ليان ديالي اللي هو ZiroToHero.lab. هنا شنو غندير؟ بحال غادي نحاول لونسي واحد الاتش تي بي ريكويست كنطلب واحد ريسورس اللي هو اندكس دوري الشامل. الا كاين دونك اوتوماتيكمون عطاني ريزولت ديالو، عطاني ريزولت بان الفيشي كاين، يعني افيشي ليا هذاك الفيشي HTML كامل. الا جيت هنا كمثال ودرت فيشي اللي هو ما كاينش، جيت هنا مثلا درت لي اندكس 2 دوت HTML غيقول لي نوت فاوند، هاد الفايل ما كاينش. غنديرو تيست واحد اخر، شوف كاع الفايلز اللي عندي، هادشي ما كينطابقش على HTML، اي ريسورس اللي كاينه في السيرفر، وهذا الدوسي انا عندي في السيرفر. دونك غادي نحاول بوانتي ولا نصيفط واحد الاتش تي بي ريكويست الفايل واحد اخر ونشوف واش كاين. دونك غادي ندير كيرل ثاني اوف بلاست، شوفوا الفايلز اللي عندي كاملين، ندير تري نمشي هذا mine.css. mine.css كاين في الفولدر css، دونك غندير css mine.css وغافيش لي ريزولت ديالو لانه كاين. دونك انا صيفطت واحد الريكويست لهذا الفايل ونشوف واش كاين في السيرفر، ورد ليا ريسبونس وعطاني الجواب بان هذا الفيشي كاين. نقدر نديرو هذا الكا حتى بوغ دي فيشي بينير. فيشي بينير عندي هنايا هو ايمج، غندير ايمج، وبالنسبه للايماج اللي كاينه هي زيرو تو هيرو داش براند دوت بي ان جي. غندير هاد اوتبوت باش افيش لي البينير، لان الا ما درتهاش ودرت اونتري غنقول لكم كوا راه هاد الباينري اوتبوت ما يمكنش نافيشي لك. مي غير باش ناخذوا واحد الفكره عامه هنا، الا درت اوتبوت ودرت واحد داش هنا غير افيشي لي البينير كوم كوا راه كاين. الا مشيت درت شي ايماج ما كايناش ما غادي يجاوبنيش كاع، غيعطيني نوت فاوند. يعني هاد نوت فاوند ديما كيعطيني كريزولت هاد كيرل من كنحاول نلونسي اتش بي ريكويست لواحد الريسورس اللي ما كايناش. هاد الريسورس ما كايناش، باغ كونتر الا درت واحد الريسورس اللي كاينه غادي يعطيني ريسبونس والجواب بان هاد الفيشي راه كاين. ثاني ميثود هي بوست، الدور ديالها كتصيفط لنا الداتا للسيرفر. تقدر تعمر مثلا واحد الفورم وبغيتي القيم اللي دخلتي صيفطهم للسيرفر باش يدير شي بروسيسين، كيميتشال زيد شي حاجه في الدارابيز. كما تيستينا قبيله جات ارن تيستيو بوست، غندير لها كوموند ديال كيرل. دابا باغي نصيفط اشنو؟ باغي نصيفط واحد الاتش تي بي ريكويست ولكن النوع ديالها بوست. غادي نجي هنايا عندي واحد الاي باش تعطيني الهيدر واش افيشي ليا، ندير واحد الاكس وندير الفيرب ديالي ولا الميثود اللي سميتها بوست. الاشمن يو اف ال باغي نصيفط لهادشي زيرو تو هيرو دوت لاب. الفيشي اللي غادي نعمر فيه الفورميلا هو اندكس دوري الشامل، هذاك الفورميلا خاصو يعمر. دونك باش غيعمر غيعمر بواحد الفيلز، غادي فيرست نيم مهدي و اند لاست نيم عباوي. دونك عمرت الفيلز ديالي وراك على اونتري وعطاني ريزولت. يعني اذا تشوفنا ليكم كوا راه هاد الريكويست دازت بلا حتى شي مشكله، وكنشوفوا هنا بان عندي واحد 200 اوكي. دونك دازت الريكويست ديالي بلا حتى شي مشكل، واش من الروكيت هذه هي بوست. عندنا هاد تقريبا بحال جيت، الاختلاف اللي فيها كتجيب غير الهيدرز ديال الريسورس اللي طلبتي من السيرفر وما كتبتهمش البادي. ندير دابا لا كوموند اللي غادي تافيشي ليا الهيد، يعني الهيدرز كاملين. غندير كيرل من بعد واحد داش اي بالماجيسكول وغندير ريسورس اللي انا طالبه ZiroToHero.lab. ريسورس اللي طالب هي index.html. من غنورك على اونتري افيشي ليا الهيدرز كاملين، يعني هذاك الريسبونس الجواب اللي جاني مع السيرفر افيشي ليا الهيدرز ديالو كاملين، حيت انا بغيت غير الهيدرز. الا جيت وحيدت هاد اي غادي لونسي هذاك الجيت ريكويست ومن بعد غادي يعطيني البادي. انا ما بغيتش البادي، بغيت غير الهيدرز. دونك هاد داش اي غادي افيشي ليا غير الهيدرز ديال الانسر. الميثود الرابع اللي عندنا هي بوت، كتستوكي البادي ديال واحد ريكويست في السيرفر. تريس كتخول الكلاينت يشوف اشنو توصل به في السيرفر، يعني كنقدروا اننا نتراسيو ديك الشان ريكويست ريسبونس ونشوفوا اشنو غادي تعطينا كجواب باش نديبوغيو ديك الشان. نتستو دابا هاد الميثود تريس اللي يقدر يخدم بها اي بيرسون باش يشوف ديك التشين ديالاش ديال ريكويست و ريسبونس. اوكي دونك غنخدم بالكيرل، يعني الكوماند كيرل، ومن بعد غادي نطابي واحد داش داش انسكيور داش فيربز داش اكس وغادي ندير الفيرب. الفيرب اللي كاين هنا ولا الميثود اللي بغيت انا نصيفط ولا النوع ديال اتش تي بي ريكويست اللي بغيت نصيفط هي تريس، وندير ليان ديالي عادي. دونك غندير هنا اتش تي بي
ZiroToHero.lab والفيشي دونك الريسورس اللي انا طالبه ديما هو index.html ولونسي اونتري. اشنو طرا هنايا؟ عطاني ريكويست هي هادي وعطاني ريسبونس بحال اللي قلتي في الديبوغاج. هنايا عطاني لا ريكويست لا ريسبونس باش نشوف اشنو طرا في تو بارت، يعني في البلايص بجوج، لا من جهه الكلاينت لا من جهه السيرفر. هاد التريس ماشي ديما غادي تكون اكتيفي اونيفو ديال السيرفر، كمثال لك شي خدام اباتش خاص هاد تريس مود تكون ديجا اكتيفي. مي بالنسبه لي انا اكتيفيتها باش نعطيكم هنا غير تيست باش نعرفوا هاد الريكويست اشنو كتافيشي في الريزولت. في الغالب ديال لي كا ما غاديش تطيح تخدم بها، مي هنا بغينا غير ناخذو كمثال الا طحتي في شي مشكل اللي هو معقد بزاف ولا بغيتي ديبوغي كاين شي فلو عندك في السيكيوريتي، تقدر تخدم بهاد التريس باش تعطيك ايدي على الريكويست ديالك كيفاش دازت، لا من جهه الكلاينت لا من جهه السيرفر. الميثود السادسه اللي عندنا هنا هي اوبشن، كتحدد لينا اشنو هما الانواع ديال الكوميونيكيشن اللي متاحين لينا في هاد التشين ديال الريكويست ريسبونس. ديليت كتسوبريمي واحد الريسورس اللي بوانتينين عليه، وفي الغالب حنا اللي غادي نلقاو راسنا خدامين بهم هما جيت و بوست و بوت و ديليت.